السلام عليكم ویوز، ویلکم ٹو مائی چینل ہولی قرآن ریسیٹیشن. ویوز، آج میں آپ کے لیے سورت آراف کے رکو نمبر 16 کی قرأت لکھ کے آئی ہوں. ویوز، سورت آراف کے رکو نمبر 16 میں آیت نمبر 130 سے لے کے آیت نمبر 141 تک آیات ہیں. اس سے پہلے ویوز، میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھے. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لے، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لے اور سبسکرائب کر لے، اور سامنے لگی بیل کی کن کو کلک کر لے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے. تو آئیے ویورز، سب مل کے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورت آراف کے رکوع نمبر 16 کی قرأت سماعت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم،
قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم.